الو، يا حبيبتي انتي ذاكري ذاكري دروسك. يما ليش خالي عبد الله يضربها؟ ما في شيء وانتي مالك شغل، سري ذاكري دروسك ذاكري دروسك. سالم؟ نعم. كنا عبد الله اليوم مسوي لكم حشرة وقرقعه في البيت. كالعادة. هي كالعادة، لكن كل أهل الفريج عرفوا إن الحشرة من بيتكم. شو السالفة؟ شو مسويهم؟ البيوت أسرار يا سعيد. عدل عدل كلامك عدل. تصدق يا سالم؟ والله إني أحس إن بناتك مثل بناتي. قلبي يعورني إذا استوى بهن شيء. زين. عبد الله ايش حق يسوي كذي؟ يعني لازم تعرف. بارك الله فيك، ترى احنا جيران واهل. جيران نعم، بس اهل لا. افا افا يا سالم، ليش؟ شايف انه مو بكفو؟ ولا انت بس تحسب الناس بحسبهم ونسبهم؟ سالم ترى الناس كاسنان المشط. ايه بس انتو قطاقط واحنا شعرنا ناعم. تعال اشوفك وايد قايم تعايرني انت قطاقط وقطاقط، وايد مغتر بعمرك يا ابو عبد الله. الحين مبيض شوي، هالمكيفات تطبخ عليك وهالشامبو وهالصابون بيضك. نسينا نسيت عمرك ايام البحر ايش قام اسود كانك صخامه. انا لله يا سعيد، انا امزح وياك، ايش فيكم انتم ما تنحاشون؟ ايه ما تنحاشون، يوم بتيل استعايرني ما تنحاشون. لا لله، ما في داعي يا سعيد تسمعني هالكلام، انا امزح وياك. انت يا اخوي حسبه اخوي. زين يوم حسبه اخوك قل لي عبد الله شو مسوي. ما في شيء، كان يأدب اخته. ليش اخته شو مسوي؟
ما مسوي شيء يا ريال، رايح السوق بدون أمره، وهو دائما يقول له حط الشيلة على راسك زين ما زين قبل لا تطلعين. هي ما تسمع الكلام، قام وقص شعرها. الله أكبر، قص شعرها؟ أنا أبو هذا خبلة؟ زين أنت شحقه ساكت، ليش خليت يسوي كذي؟ إيه سعيد، سالم اللي تذكره واللي يلعلع صار ديايه أم أحمد في البيت. بنتي يا سعيد تنطق وأنا أتفرج، مو قادر أسوي شيء. تتفرج؟ بارك الله فيك، أجي مصارعة حرة هي. سالم شو هالكلام؟ عيال باكر بيذبحهم وأنت بعد بتسكت ما بتقول شيء؟ خلها على الله يا سعيد، أنا عندي هم. أربع بنات، واحدة مطلقة، ثلاث لحين مع الرسل، وأنا بروحك تعرف صحتي على قد، أخاف أموت باكر يلعب بهم عبد الله شرق وغرب. خلي في حالي يا سعيد، لا تزيد الحبل علي، ترى اللي فيني كافي. تقولي مان شنو لا فشارت شي بطريقة غريبة؟ خير في شيء؟ لا ما في شيء. بالي بعد يكون عبد الله مسوي لك شيء ولا شيء. هذا اللي ناقص بعد. حلو حلو، حلوة الثقة هذه، وايد تعجبني. ليش؟ شكلك وايد مستهين فيني. ما قصد، بس في اليوم محاضرة في فندق ريديسون ساس، في دكتور فرنسي بيلقي محاضرة عن السكتات الدماغية، تحبين تروحين؟ ما عندي مشكلة ترى، الساعة 7. أنا ما عندي مانع، بس لازم أتكلم عبد الله علشان يصدقني. إيه عبد الله صح. أوه نسيت، عندي شغل، ممكن ما أروح. يلا انتي وعدتيني انك تاكلين من ايدي، يلا جهزت لك الريوق وباك تاكلين. يلا كلي. ابوي هني؟ هي هني ويسال عنك، يقول سندريلا البيت وينها؟ سندريلا البيت وين عنها يوم قصون شعرها؟ ألا حبيبتي اللي صار صار، مالنا إلا الصبر. وعلى فكرة نحنا كلمنا يارتنا أم كوثر وقلنا لها تيجي البيت لين هني وترتب لك شعرك وتعدله. يا حصة حتى ما لامة ما عاتبة، ما قال له ليش تبي تسوي فيها. أبوي أبوي مسكين يا ألا، أبوي قلبه يتقطع لأنه مو قادر يسوي شيء. يمكن لأنه أبوي عمره ما مد يديه علينا، وعقب العمر هذا كله يستحي منه، علشان كذي خلى عبد الله يتولى المسؤولية. اللي قاعد يصير فينا هذا مو شوية، أبوي جالس يتفرج. إنزين شو تبينه يسوي؟ إيش دراني؟ هذا مو بعيده يذبحنا. أنا أختي الصغيرة مفروض يدلعوني، ما بيضربني، بيقص شعري كذي، مسويني جني خروف لشتة. خروف لشتة؟ هذه حلوة، ضحكتيني يا ألا. اثنين في البيت ماني فاهمة أنهم، أبوي وإيمان. حتى ما جت قالت اطمن على اختي. لا تستوين حساسه مثلي، شوفي عاد اليوم ضاع عليك على الفاضي ولا رحت الجامعه، لو انا منك كان صرت ولا علي. يلا عاد كلي.
خير أمي. صباح النور يا أمي. أروح أجيب لك حليب؟ لا 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 تجيب لي شيء، أنا ريال مستعجل ورايح وراي أشغال. شو بلاك يا خالد؟ في شيء؟ لا سلامة راسك، بس أتمنى البنك اللي بروح لليوم يوافق يعطيني القرض. شلون البنك يعطيك القرض وأنت ما تشتغل ولا عندك حساب عندهم بالبنك؟ الحين الله يهديك، بس اللي اسمع اول واحد انا اللي ياخذ قرض وما عنده حساب في البنك، وايدين ياخذون قروض ولا عندهم حسابات في البنك. اي بس هم يشتغلون ولا ايش حق يقولوا لك لا؟ منحوس منحوس بعيد عنك، انا تاجر منحوس. خالد اكم اخوانك منصور ويوسف ما يتشكون من شيء الا بس انت اللي هيت وما تبى تشتغل، ما تبى تشتغل. وانت ليش طلعت من الجيش؟ ما تقولي ليش طلعت؟ انا هيز؟ أنا الحين هيز؟ طلعت عشان أرتاح، عشان أشتغل أي شغلة أنا أحبها، أشتغل وأنا مرتاح، أدخل القطاع الخاص، أستوي تاجر، أدخل الأسهم. خلق الله ما خلق دخلوا الأسهم، اللي يسوى واللي ما يسوى صار تاجر من وراء الأسهم. حتى العيايز، العيايز تركن تقريض البراقع وقام يضاربن في الأسهم. خالد اترك عنك العيايز، قل لي كم تبي من البنك؟ أنا إذا عليه بصراحة أبغي وايد، شيء للتجارة وشيء للأسهم. زين وأنت كم عندك الحين؟ 280 300 بس. وهالمبلغ هذا ما راح يكفيك؟ اسمعوا أنتوا هذه شو تقول؟ يا أمي الله يهديك، أنا بس حق التجارة حق البزنس مالي يمكن أبغي لي 600-700 ألف، هذا وغير الأسهم اللي أبغي أشتريها. هذا بنك أبوك اللي المفروض لازم يسلفك. قامت تطنز الوالدة من صباح الله، بنك أبوي ليش؟ شو طالب أنا؟ أي واحد إذا عنده بزنس زين وتجارته محترمة وعنده حسابات زينة ويا البنك يعطونا المبلغ عادي، خلق الله تاخذ بالملايين، شنو 700 ألف؟ خالد أنا أقول اترك عنك الأحلام، أنت ليش ما تشارك أخوانك وتحطون فلوسكم مع بعض؟ من أخواني؟ أخواني شلون في التجارة؟ هذيلا وين والتجارة وين؟ واحد دكتور يالس يركض وراء أبحاثه واكتشافاته الطبية، والثاني يركض وراء الله باسم الكرة، هذا اللي هو التجارة هذين. إنزين إذا ما تبيهم يشاركونك قل لهم ترى ما عندك حد غيرهم، هم اللي عينوك. الحين أنا أخوهم العود أطلب منهم ترضين أنت يا الوالدة، وبعدين تعالي شو قصدك يعني يعينوني؟ أنت تبغين تعايريني؟ وأنا إيش حق عايرك يا خالد؟ ما أدري عنك، من استوى ولدت منصور هذا دكتور ما حد قادر يرمس وياك بصراحة، وعلى فكرة يسوف هذا لولا الكرة كان ليه الحين يركض وراك ويبغي منك دراهم. إيه أنا لولا العمارة اللي تركها أبوكم الله يرحمه ما أدري كنت إيش بسوي. أنتوا متكلين علي في كل شيء، في كل شيء. أنتوا ريايل يا خالد، أنتوا المفروض تصرفون علي وتكدون مو أنا. أقول والدة أنا عندي لك رأي، أنت إيش حق ما تبيعين العمارة؟ خالد ما يخصك في العمارة، أنا عارفة من الصبح الحين قاعد تلف وتدور العيايز الأسهم البنك عشان تبي توصل للعمارة. لا العمارة ما لخص فيها. خلاص خلاص بس غلطنا، سكتي اللي سمعت يقول بنبيع برج العرب. عنذرك على حق البنك. صباح الخير دكتورة. لو سمحت الكشف عند الدكتور اليمي، أنا الحين عندي راوند. لا طال عمرك، أنا مو مريض، أنا إبراهيم الموظف الجديد هني، ما قالوا لك عني؟ عفوا ما أخذت بالي. شو تبى؟ لا بس يعني عندي ملاحظة على شغلك. خير؟ شوفي مرزوق ما في عندك مشكلة، مشكلة بس انت هذا اكل فلفل واجب، هذه معده كله خربان. ايوه اكل فلفل ما يصلح. اوكي خاف فلفل غير مرزوق. اوكي صح خذ شكرا. اوكي هذا موعد علشان نسوي اشعه ودي حق سيستر موجود هنا عشان نسوي موعد الاسبوع الجاي ان شاء الله. طيب اوكي اكل مرزوق مع السلامه. فلفل ما في صح. ما بين الا فيني هاي بتعمك ايمان بنت عمي.
ايش فيها يا امام بنت عمي؟ ياس تهزئ الناس، لا ادب ولا حشيمه. تهزئ الناس بس ارجو انك تحترمها وتحترمني، ترى بنت عمي هذه. يا منصور يا منصور، انا مسؤول اداري، ياس اكلمها بكل ادب، اقول له ان هذا المريض طلعتيه من المستشفى وانا اشوف صحته انه بعدها، والله انه ياس ترد علي بكل برود تقول لي ايش رايك تشتغل بدالي احسن. هي معاها حق، صدق هذا شغلها مو شغلك انت. يا ريال انا ما زعلت من هذا كله، زعلت من اخر كلمه. شو اخر كلمه؟ شو قالت لي؟ قالت ايش رايك تشتغل بدالي احسن يا يا شو؟ يا حمار. ابوي هلا ابوي. ايش فيك يا بنتي؟ مو على العاده ما جيتيني قلت اجيك. انا كنت ناويه يا ابوي اجيك. يا الله ايش فيك؟ شنو شغلك؟ ما في شيء. انا ابوك يا بنتي تخشين علي؟ انت حد قال لك انه في شيء؟ لا ما حد قال لي، بس أنا حاسس إن في شيء شاغلك. عبيدي يا أبوي، ما بطايع يطرش مصروف البنت. ردينا على سالفة عبيد. أنت يا يبا ليش تخشون علي؟ أنا ما هو أبوكم. يا أبوي أنا ما أبغي أزيد همومك بهمومنا، بس عبيد معاند فينا. ما عليه يا بنتي، ما يصير إلا الخير، أنا بتفاهم معاه وبشوف شو يصير. بس الله يخليك يا أبوي، دون قضايا ولا محاكم ولا فضايح، يطرش اللي يقدر عليه وبس. أنا ما أدري ليش ما يفكر من وين بصرف على بنته. هات يا بنتي، أصلاً أنا جايش علشان شيء، هذه أعذره. وانت شو ذنبك علشان تتحمل مصروفي ومصروف بنته؟ انا يا بنتي اتحمل نتيجة اللي سويته، زوجناش ريال من غير ما نتأكد عن فعايله، وهذه النتيجة. انت يا حصة بنتي، انا صرفت عليك وانت صغيرة، يعني بعايز اصرف عليك وانت عودة؟ ابوي ليكون تطلب من خواتي انهم يعطوني؟ لا يا بنتي، هذه الفلوس مو من عند خواتك، وبعدها ما فيها شيء يصرفوا عليك، هم يشتغلون ومقدرين ظروفك. لا لا الله يخليك يا ابوي، ود بيزاتهم انا ما ابغيها. يا بنتي الله يهداك، لا تصيرين حساسه زياده عن اللزوم. لا يا ابوي لا، انا ما ابغيهم باكر يعايروني ويقولوا لي نحن اللي نصرف عليها. انا من الحين حاستنها في عيونهم، يقولون نحن اللي ساترين عليها وعلى بنتها. لا يا بنتي، أنا قلت لك ألف مرة هالبيزات مهم من عندهم. عيل ما تقول لي من وين؟ يلا خبرني. سمعي يا بنتي، الصراحة أنا بقول لك سر ما حد يعرف عنه من خواتك، وانت بالذات ما بيش تقولين حق أي حد. إن شاء الله يا أبوي، تفضل. عمك سيف الله يرحمه شرع عمارة وكتبها باسم شمس مرت عمك ام خالد، وشرط عليها شرط انها تعطيني من مدخول العمارة طول ما انا حي، وحلفها وانا يارس قدامها. وعيال عمي يدرون انك انت تاخذ شيء من مدخول العمارة؟
لا يا بنتي، شمس مرس عمك مرة عاقل وما يابت السالفة حق عيالها علشان ما يطمعون فيها. عمك الله يرحمه قال لي يا سالم هالعمارة بتحميك من غدر الزمن طول ما انت حي، بس ها اياني وياك تبين طاري هالسالفة حق عبد الله. ابوي انت هني وانا ياس ادورك؟ ايه انا هني. قول السلام عليكم اول. السلام عليكم، هذا اولا. ثانيا برز لي البيزات. العصر، العصر بتحصلها. انا اقول لك الحين ابغيهم تقول لي العصر. يا بحي انت قاعد تشرط علينا، ليش ما تروح تشتغل وتكد على نفسك؟ اها على هذا الكلام اللي ما يعجبني. انا اقول لك الحين ابغي البيزات. من وين اجيب لك؟ انا ما عندي. حصه عندك بيزات؟ عندي بس محتاجت لهم. هاتي اعطيني اياها، اعطيني اياها نشوف. والعصر ابوي بيعطيك اياها. نادي قومي. حصه من وين هالبيزات؟ ايش له السؤال؟ صبر ابوي ما يخصك، لحظة شوي. حصل البيزات هذه من وين؟ البيزات بيزاتي من وين يعني؟ وانت شي يخصك من وين تجيب البيزات؟ ما دام انها في هذا البيت لازم اعرف من وين تجيب هذه البيزات، لاني انا عبيد اعرفه، فلس حمر ما يطلع عنه. هذا اذا كان عنده. عبود انت ايش قصدك من هالكلام؟ قصدي ان عبيد لازم يصرف على بنته حصة إذا كان عندها اليوم. باكر من وين عندها؟ الو، هلا عيسى مو موجود، ما ادري. الو، هلا 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 آمنة. كنت عند المدير؟ يعني هذه من تكون زوجتي؟ هذه موظفة عندنا في القسم. يلا يبا روحي روحي، هي تبيت التفاهم. يلا انت ما تقولي ليش طالعنا كذي؟ رجاء يا خلود خلي كل واحد منا في شغله، انا ما فيني شد على المشاكل. انا كم مرة قايل لك لا تشيل تليفون مكتبي؟ زوجتي ما ترضى احد يشيل تليفون مكتبي خاصة من الحريم. بس احنا زملاء في العمل. انا عندي زوجة حنانة وغيورة لدرجة المرض، وانا ريال ابي ابني نفسي، ما ابي شيء يأثر على نفسيتي. الله، صرت انا الحين اللي بخرب نفسيتك؟ رجاء يا خلود، الموظفين صار لهم اكثر من اسبوع وهم قاعدين يتكلمون عني وعن اللي سواه اخوك عبد الله فيني. بس احنا زملاء في العمل، ما يصير تعاملنا كذي. شايفني طاولة ولا كرسي؟ والكلام اللي اخذته من اخوك من يتحمله؟ انت على فكره انا طلبت نقلي من هالمكتب لان ما ابي شيء ياثر على ترقيتي. انا مو فاضي حق اخوك وعقده. الحين انا يا عيسى اللي باخر ترقيتك. الو،
دكتور ايمان، ممكن اخذ من وقتك 5 دقائق؟ تفضل حياك. انا ما باخذ من وقتك وايد، ما بزيد معاناة المرضى اللي قاعدين ينتظرون برا لهم اكثر من ساعة. منصور، انا قاعدة اتاكد من دوا سالفتنا المريض. اوكي، ما قلنا شيء. خل عنك، انا فهمتك زين. عموما ايمان، انا مو جاي عشان الموضوع، انا جاي علشان موضوع ابراهيم الاداري. اوه، ايش في هذا بعد؟ يقول انت شاتمته. يستاهل، علشان يعرف قدر الناس. هذا الحين يحط راسه براسي، نسى انه هو اداري وانا دكتوره. ما قلنا شيء، بس انت لازم تعرفين ان الناس تفكيرهم مو نفس بعض. لا تفترضين ان كل الناس تفكر بطريقتك يا دكتوره. اي مو مشكلتي، اللي ما يفكر مثلي انا ما اتحمله. اتمنى ان ما يكون الكلام هذا من باب الغرور والتكبر يا دكتوره ايمان. لا والله، ناقص بعد تقول عقد. في بعض العقد من باب التنفيذ. سلام. منصور، لحظة، تعال، انت فاهم غلط. منصور، صحيح انك ولد عمي وانا قدرك واحترمك، بس هذا مو معناته انا اسمح لاي نكره يغلط علي واسكت عنه. انا بعد ودي ما تنسين انك انتي دكتوره ومتعلمه وبنت ناس بعد. وفي شيء اهم من هذا كله، اتمنى ما تنسين انك انتي انثى يا ايمان، انتي انثى، ما يصير تتعاملين مع الناس بهالطريقه. ما شاء الله عليك، تفاتنين وتضاربين اي حريج في طريقك. انت ايش خليتي حق اخوك عبد الله؟ افهم. وش اللي جاب طاري عبد الله الحين؟ وبعدين اسمعني منصور، انت ولد عمي، المفروض تدافع عني، وبحكم القرابه اللي من بيني ومن بينك ما تسمح لاي غريب يغلط علي. مو تدافع عن الناس وتهاجمني انا. زين خلاص، اعتبر الموضوع هذا منتهي وانا اسف. لا تزعل مني. وراي في هالدنيا غيركم انتو؟ هذا وانتي دكتوره بعد؟ عبد الله ايش فيك؟ اسمعني، راسك هذا بكسره، لكن فضيحه هني في المستشفى، ما ابغى اسوي فضيحه، اتواجه في البيت هناك. عبد الله تسمعني بالاول، لا تخلي احد يجي ويشوفني وانا بهالحاله. ايش عندك؟ شنو ايش عندي؟ منصور جايني ينصحني علشان اعتذر من واحد من الاداريه لاني غلطت عليه. تبي تعرف ليش غلطت عليه؟ لانه هو حاول يتعدى حدوده فوقفته عند حده. منصور قال لي روحي اعتذري. انا قلت له ما بعتذر، زعل مني. وهالوقت دي انت فتحت الباب ودخلت. بس والاداري هذا ايش عندك وياه؟ موضوع نهايته، عرفت شلون اتصرف وياه. لا تخاف على اختك. كفو يا ايمان. يا ايمان، هلا في السماء، انا ما في حد يعايرني فيكم، تسمعين؟ عبد الله نحن تربيتك زين. وين الحبوب اللي قلت لك عليها؟ شوف عبد الله، قول حق ربيعك هذا الحبوب وايد خطر، لا يتعود عليها. صجعة شرد. افا دكتور، انت شرد؟ بلا دكتور، ما عنده ريول؟ ما يخاف؟ مو بني ادم؟ الحمد لله والشكر. الله يهداك يا منصور، ايش
شلك بإيمان؟ شلك فيها؟ هذول يا يما ما وراهم إلا المشاكل والمصايب. بنت عمي يما عاد شو اسمه؟ ما لي بد منها. بنت عمك على عيني وعلى راسي، ما قلنا شيء، بس هذا عندهم أخو ما يجيب إلا المصايب والمشاكل. حكيك عدل يما. بنت عمي ما فيهم أي عيب غير عبود هالشر هذا، بس هو ما في غيره. يوم انك تعرف هالحكي هذا، ليش ما تقول حق عمرك؟ انا بصراحه اخاف عليكم، لكن انتم ما تسمحوا الكلام. رايكم؟ اقول منصور، نعم ايش تبي انت؟ شوي 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 شوي. اقول انت يوم شو اسمه تبا ايمان، ايش حق ما تتزوجها؟ ترى شوف عبد الله عقب ما يقدر يبطل حلقه موليه. من قال لك اصلا انا ابغاها على قولت؟ شو؟ ما ابغاها. ما تبغاها؟ ايش حقها اللقاءات السوالف وال شو اللي قالت؟ فاهم غلط انت. انا دكتور وهي دكتوره، واحنا الاثنين نشتغل بنفس المستشفى، يعني عادي. نفس المستشفى وبس؟ ها؟ الحين تامر قريب. عجيب يا ريال، ما حد عرف لك يا منصور. اقول لك، خليك ورا الكوره انت ابرك لك، وخلني اعرف حالي زين؟ صح. كلامك صح، صدق. انت اليوم كل كلامك صح، يعني ما في شيء قلته كان غلط، اليوم ما شاء الله عليك يا دكتور. ويوسف. عطني بالاخر ايش تبي؟ انا يا انك في موضوع ان شاء الله ما تردني. تفضل. شوف انت دكتورنا واحسن واحد فينا ادري ادري اخلص عطني ايش تبي؟ اباك تروح بيت عمي سالم وتخطبها لها. حتى تفهم ولا ما تفهم؟ اقول لك انا شارد من عبد الله تقول له روح اخطبها لها. عفوا يا كابتن. ايش كابتن؟ دكتور انا. لا كابتن، الدكاترة رئيس الدكاترة كابتن. رئيس مالي رايك. شوف منصور الله يخليك، أنا مالي غير الله ثم أنت. بتروح يعني بتروح؟ بس عاد خلاص الحمد لله. يلا يا مزون خلصي من براية هالقلم، خلصتيه، حلي الواجب يا ماما. ماما ما اشتريتي لي كاكاو؟ ما اشتريت لان ما حد صار يشتري. يلا خلصيني وخلصي الواجب يا ماما. ها يا ماما. انت تخافين تصيرين دكان؟ هي اخاف يا مزلة اصير دكان برا لان في حرامية. يلا يا حبيبي يا ماما خلصي الواجب، يلا فديتك. يلا يا ماما. ها انت تقصين علي، تخافين من عبد الله؟ يلا خلصي 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 وخلي عن شله هو. اختي فاضية؟ اي بس يا استذاكر حق مزمي شوي. بغيت اتكلم وياك شوي. ان شاء الله دقايق اخلص مزنه ويج حجرك. يا محسن والله خوش فكرة طلعة البحر هذه، على الأقل الواحد يا أخي ينسى الهموم وينسى الويوه البشر هاي اللي عارفها كلها. ما قدامك غير شيء واحد، بحر حود وسماء. أنت ما تقول لي إن هاليومين أعصابك تعبانة؟ أي والله صدقت، ترى هذا البحر يخلي المخ يسترخي وينسى، يعني شوي أنت بتكون طيط في البحر. صدق؟ مع ان هالاحساس نفسه هو اللي تعطيك اياه الحبوب، بس احس البحر حب عوده. اكسترا اكسترا وياه. يلا روح روح. Thank you.
بتصيرين الجامعة؟ ما أظن، أحس كني حمامة مكسرة يناحاتها. قفل الباب وراك. خير، شو عندكم؟ احنا طالبينك طلبة. طلبة؟ خير. ابي اشتري سيارة. شو؟ سيارة؟ ايه، ابي اشتري سيارة. السيارة هي يعني فيها 4 تواير وفيها هرن وفيها بطاريات وفيها خلود؟ عن المصاخة. حصة، قبل لا تعلقين سمعي الموضوع بالاول. زين، ابي اشتري سياره، واحسن ما نروح مع السواق. وش المطلوب مني؟ تكلمين عبد الله. شو عبد الله؟ انتو ينيتوا؟ وليش ينينا؟ كل البنات اللي نعرفهم عندهم سيارات، وبعدين كل البنات الموظفات عندهم سيارات، واللي يدرسون عندهم سيارات، واحنا شنو نفرق عنهم؟ الا انتي كنه هوايتك تجيبين المشاكل حق هالبيت. كيف يعني؟ يعني انتي تبين عبد الله يحلق حق كل وحده في هالبيت على الصفر؟ زين، ما فيها شيء نسوق سياره احسن من السواق الغريب. والله انا اشوف انكم تنسون الموضوع هذا كله احسن لكم، ولا تيبون طاريه. واصبروا على مينونكم ليكم اين منه لا يمنعك انت من شغلك وانت من دراستك. يستريح عاد، مو بكيفه. لا، ويوم انت عندك هالجراه ليش والله انت ما تكلمينه؟ ليش تبوني انا اللي اكلمه؟ لانك انت اختنا العوده، وهو يحترمك اكثر وحده فينا. عبد الله عمره ما احترمني، وانتو تدرون بهذا الشيء. عبد الله ما احترم ابوه، تبغونه يحترمني انا؟ وبعدين يا علاء، انت شو خصك في هذا الموضوع؟ لأن أنا بصراحة بستخدم سيارتها بدال الدراول، وبعدين خلود إذا شرت سيارة أنا بشتري سيارة بعد، لأني تعبت بالوقفة بالحر والرطوبة. وبعدين يكون بعلمكم السواق صاير مثل الجاسوس حق عبد الله، ينقل له كل كبيرة وصغيرة. والله أنا مستغربة من جراءتكم هذه. أنتوا لو عبد الله ما كان موجود في هاي الدنيا شو كنتوا بتسوون؟ ما بيستوى شيء، حالنا حال الناس. حصة، الحين المرأة لها دور في المجتمع، ولازم تكسب الثقة. الثقة هي حصة، الثقة من الناس والمجتمع، ومن الأبو ومن الزوج ومن الأم ومن الأخت والأخو. حصة، قولي لي الحين المرأة إذا ساقت سيارة شنو الغلط بهالشيء؟ هي ما بسالفة غلط أو صح، هي في سالفة إن الحرمة اللي فتحت على عمرها باب السواقة ما بتقدر تسده. وبعدين بصراحة سواقة الحرمة شيء يخدش عاداتنا وتقاليدنا. اي عادات وتقاليد اللي انت تحكين عنها؟ اصلا يا حصه، السياره الحين حاجه ضروريه للمراه. وبعدين حتى على ايام الغوص لو كان في سيارة كان الحرمه تسوق عادي. احنا ليش نحكم على المراه من هالزاويه الضيجه؟ بصراحه انتوا تخبلتوا، وانا ما فيني على هذا كله. اسر ارقد بنتي احسن لي، لعقب تقولون حصه قالت. حصة قانعة بحياتها، لا تبي تتغير ولا تبي تستفيد من هالزمن. انزين، شنو الحل الحين؟ اول خطوة اني اتعلم اسوق السيارة. عبد الله ما راح يدري، بس ها، ابي اتعلم بالوقت المناسب. ألو؟ 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 ليش ما رديت عليها؟ بتاكلك يعني؟ حقيقة
دقيقه يا عمي، يوسف اخوي يبي مثل ما تقول يعني يحجزها، يبي يحجزها علشان ما حد ياخذها بعدين. يعني يا منصور، البنت الصغيره ما يصير تتزوج قبل الكبار. وين نروح من كلام الناس؟ عدل عمي عدل، بس ترى هذا يعني مجرد اقتراح، وانتم كيفكم، لك الراي الاخير. ويوسف وينه فيه؟ ليش ما وياك؟ ما يخاف انك ترد عمي. يا منصور، يوسف لازم يشتغل ويكد على نفسه، ولا يعني ترى يا بنتي تتخرج وتكد عليه. الريال اللي يبي يفتح بيت لازم يضمن لقمة هله. ايه عدل عمي، لازم يضمن لقمة هله. هاتي. اوه يا اخي، هذه رابع سمجة تفلت مني، شو الحظ هذا؟ مو بحظ، حد داي عليك. الله حالك. شوف طالع والله حلالي بعد، وانا يا اخي شال حظ هذا، حظ زفت واخر على الثلاجه. شوف محسن، محسن ماي في الطراد، ماي. انت ما سديت المغار؟ ما ادري. هات شيء هات شيء، برد مع محسن. انا رديت عليه بهالرد، انتوا ايش رايكم؟ والله يا ابوي انا ما تفرق عندي، تزوجت ولا ما تزوجت عادي، اتمنى انك تعيد النظر في الموضوع. عاد بنتك يوسف، مالك من كلام الناس. يعني انت اذا ما تبين تتزوجين احنا شي خصنا؟ الزواج ما وراه الا المشاكل، ايش عليه مستعجلين؟ كل واحد يفكر بطريقته. أصلاً أنت عندك برود عاطفي نحو الرجل. يعني ما شفناش قلتي شيء. يبا أنت تبي رأيي ولا تبغي تسعدني؟ أنت يا بنتي تعرفين الرد، أنا منايش عشهم متهنيين. يبا أنت عايبنك عبد الله واللي يسويه فينا، ما تبقينا نفتك من هالهم. أنا موافقة على يوسف برغم كل ملاحظاتي عليه، بس نفتك من هالجلاد اللي في هالبيت. تلاقين عبد الله ثاني اسمه يوسف. انت ما يخصك. ايمان لا تقعدين تاثرين عليها. يا بنتي يوسف ما عنده مستقبل، طرطنقي، لا دراسه ولا شغل. يبا المهم مفتك من عبد الله واطلع من هالبيت. ايش عندكم متيمعين؟ لا يا بنتي، عندنا سالفة نتشاور فيها. والسالفة هذه ما ينفع تشارك فيها حصة؟ ولا بعدني ما من أهل البيت؟ ياتكم اللي بتعكر مزاجكم، حمتسوي لنا فيلم هندي. إيمان أنت ليش تكرهيني؟ أنا شو مسوي فيك؟ على الأقل احترميني، أنا أختك العودة. إيمان صلوا على النبي، هذه أختك العودة، ليش تكلمينها كذي؟ أبويا أنا تعبانة وأبي أرتاح، ما عندي وقت للسوالف، عندي أشياء كثيرة أبي أسويها، ممكن تخلوني شوي بروحي؟ هذه طردة. يلا يلا قوموا يا بنات قوموا. بس إحنا للحين ما وصلنا القرار. إن شاء الله وقت ثاني، لا تستعجلين. ايش فيك تطالعيني كذي؟ ما بتطلعين ولا شو؟ بس اتمنى مره ثانيه ما تحرجيني كذي يا ايمان، مهما كان انا اختك ولي كلمه في هذا البيت. صبر حصه، انتي ما تعودتي حد يتكلم معك بصراحه. ايش فيها اذا قلت لك بتقلبين السالفه هم؟ بعدين حصه انتي مو ضروري كل شيء يصير في البيت تعرفينه. لحظه، لما الحين ما خلصت كلامي، شوفي أنا بجيبها لك من الآخر. البيت هذا فيه اللي يكفيه من التحكم والمشاكل، مو ناقصين على آخر أيامنا تينا أنت وتتحكمين فينا وكل شيء يمشي بأمرك.
الله يخليك، ترى عبد الله اللي مسويه فينا مكفينا، يكفي همه. الظاهر ما بعبد الله بس اللي ما يحتاج.